بين لبنان وأستراليا مذكرة تفاهم لا سياسية بل اقتصادية اغترابية أبصرت النور، قوامها غرفة تجارة وصناعة مشتركة بين البلدين انطلقت من أستراليا خلال حفل حضره عدد كبير من المغتربين واللبنانيين والأستراليين من أصحاب الشأن ورجال الأعمال. ومن أستراليا إلى لبنان كلمة شكر وتعاون. I thank you for welcoming us to your chamber. أشكركم على استقبالنا في غرفتكم ولمعاملتنا كعائلتكم عندما زرناكم في لبنان، وسنبذل جهدنا لمبادلتكم بالمثل. The trust and the fulfillment of our constitutional goals. ومن لم يستطع الحضور شخصيا كان حاضرا على شاشة عملاقة. هي خطوة كتير مهمة اقتصاديا وثقافيا وتجاريا ومعنويا لكافة اللبنانيين الموجودين بأستراليا ولكافة رجال الأعمال اللبنانيين اللي بأستراليا بدهم يستثمروا بلبنان أو العكس تماما. عيش لبنان أو ليف لبنان، حلم آخر بدعم من الأمم المتحدة انطلق من بيروت إلى العالم، بدءا بالبلاد العربية فأوروبا وأمريكا والبرازيل وأفريقيا وصولا إلى أستراليا. مشروع هدفه مشاركة الاغتراب اللبناني في تمويل مشاريع لبنانية، فهل الاغتراب جاهز لهذه الخطوة؟ I think they're ready because my experience with Lebanese and I've been living in Lebanon the last year. أظنهم مستعدون لذلك. جلت في بلدان عدة حيث هناك تواجد للبنانيين مغتربين وهم يحافظون على علاقة قوية مع بلادهم وهم يبحثون عن سبل لخدمة وطنهم. Participate in the development of their own country. I think كل عمره عم يعمل هيك. You know really نحن I think أكثر من أي شعب لبناني اللي برات لبنان هو يعني يعطي مادياً ومن قلبه ومن فكره ومن كل شيء تساعد لبناني بلبنان. لو كان نتيجة لقله هو شخصياً بجوز منها شيء، بس هدفنا تيضل لبنان لبنان. هيدا شو صار الليلة بيقرب اللبنانية بلبنان واللبنانية بأستراليا مع بعضهم. ومهما بعدت المسافات يبقى الانتماء أقرب. بين لبنان وأستراليا أكثر من صلة وصل وأكثر من جسر عبور، فهذه الخطوة وإن كانت اقتصادية بامتياز إلا أن أبعادها أكثر من ذلك بكثير، فهدفها شد أواصر العلاقة بين لبنان وأستراليا التي تحضن أكثر من 700,000 مغترب. من ملبورن أستراليا، فراس خليفة، جويس عائي، MTV.